السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، والامور ديالكم كلها تكون ناشطه وبخير. اول حاجه بغيت نبدا بها فهي غادي نرحب بجميع المشتركين انضموا القناه ديالي، نقول لهم مرحبا بكم، الف مرحبا كيف ما كنتوا، منين اي دوله كنتوا فمرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه للناس القدام راه نتوما الدار داركم، يعني ما غتحتاجوش، يعني نتوما مالين الدار. وواحد الحاجه هذه بغيت فقط نقولها في هذا الفيديو، فانا يعني واحد الاخت فوق ما حطيت شي فيديو كتدخل كدير ديسلايك وتخرجي، مالك يا اختي؟ مالك ديري شي حاجه، شغلي وقتك، عمري ما عجبكش المحتوى ديالي ما تفرجيش فيه. هذه من جهه، هذا فقط واحد النقطه بغيت نتطرق لها. مهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم غيكون مختلف، يعني ما فيه لا طبخ لا وصفات لا حتى شي حاجه، فقط غيكون واحد الفيديو اللي مختلف واول مره كنتطرق ليه في القناه ديالي. اليوم بغيت ندير حمله، اكبر حمله ديال دعم القنوات ان شاء الله المبتدئه، فإلى ان شاء الله الرحمن الرحيم تفاعلتوا مع هذا الفيديو هكا وكان واحد التفاعل، فغادي نبقى دائما ندير الدعم ديال القنوات جوج مرات في الاسبوع، يعني جوج مرات غنبقى ندير الدعم ديال القنوات هكا، كل مره كندعم خمسه ديال القنوات او حتى العشرة ماشي مشكل، هكا غادي نبقى ندعم القنوات الصغيره، فحتى انا اختكم راه قناه صغيره، ولكن فقط يعني هكا للتعاون لا غير، يعني هكا باش نتعاونوا مع بعضياتنا. فغادي نبقى هكا دائما غادي نعزل واحد الخمسه ديال القنوات، او هذا ماشي غادي نعزلهم، غادي يكون واحد الشروط، غادي نبقى ندير الدعم ليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهكا باش يتزادوا عندهم المشتركين، يتزاد التفاعل عندهم في القناه، وهكا الناس اللي مازال ما محققينش الشروط والناس اللي كتقلب على التفاعل هكا فاش غيكون عندها واحد التفاعل. بالنسبه للدعم كيفاش غادي يكون، فدائما كما كنقول لكم غادي نخلي لكم واحد الخمسه ديال القنوات، غنخلي لهم نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف، فغادي تدخلوا عندهم ان شاء الله انا رايحين كاملين، وغادي تشتركوا معاهم وغتخلي لهم واحد التعليق، هذاك التعليق غتقولوا من طرف بيتك امينه. فهكا انا غادي دائما ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقى نشوف تعليق، وغادي نترجعوا عندي الفيديو وغادي تخليوا ليا تعليق من طبيعه الحال بانكم راكم شاركتوا مع هذوك القنوات. فان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقى كما قلت لكم من طبيعه الحال، يعني كاينين واحد الشروط ديال هذا الدعم، فمن ضمن هاد الشروط بانكم خاصكم قنوات اللي غادي نبقى ان شاء الله نخليهم في صندوق الوصف غتمشيو تشتركوا معاهم وغتخليوا لهم واحد التعليق، يعني من طرف بيتك امينه كلكم، اي يعني غتخليوا لهم داك التعليق، فانا منين غادي نجي المره الاخرى غادي ان شاء الله نبغي ندير قنوات وحدين اخرين، فاكيد غادي نرجع للتعاليق وغادي نشوف يعني اللي عندها محتوى يستحق الدعم، فاكيد غادي ندعموها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ف هكا درنا هكا باش غادي بنادم يعني بالنسبه للقنوات المبتدئه هكا غادي يولوا عندها مشتركين حقيقيين وغادي تبقاو تابعوا، فقط يعني من الاحسن ما تبقاوش ديروا انا تبادلت معاك تبادلي معايا او شي حاجه، فغتخليوا لهم تعليق زوين على المحتوى وغتقولوا من طرف بيتك امينه. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه فانا قررت ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقى ندير هذا الدعم هذا جوج المرات ان شاء الله في الاسبوع، جوج المرات في الاسبوع كل مره غادي نختار هكا قنوات باش غادي نبقاو نديروا لهم الدعم بحول الله. فلا كان واحد التفاعل وكان هكا واحد التفاعل فيما بيناتكم، فاكيد ان شاء الله هذه الحمله غادي تنجح وغادي هكا تحققوا الشروط ديالكم بحول الله. كما قلت لكم يعني من ضمن الشروط ديال هذه المسابقه كما غنسميوها او دعم، فغتقولوا لي كيفاش غادي تختاري. بالنسبه كيفاش غادي نختار، فانا غادي نشوف اول وحدين دخلوا يعني خلاو تعليق عندي وشاركوا في القنوات، فغيكونوا هذوك هما ان شاء الله الرحمن الرحيم هما اول وحدين غادي نختار بحول الله، فاكيد غادي نشوف كيفاش غادي نقدر نبدل عاوتاني من هنا لقدام الطريقه ديال الاختيار. فغادي دائما غادي نبقى نختار هكا قنوات وغادي نحطهم في صندوق الوصف،
وما عليكم الا غادي تشاركوا معهم ان شاء الله الرحمن الرحيم وتخليوا لهم تعليق في المحتوى، واكيد غادي تشاهدوا لهم الفيديو واحد على الاقل واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق هكا باش يثبت التعليق ديالهم، باش هكا ما يتحيدش لهم التعليق. ضروري تخليوا لهم تعليق وضروري تشاهدوا الفيديو. الناس خاص الواحد يخدم بواحد المصداقيه، واحد المصداقيه هكا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم كلكم توصلوا، كنا نوصلوا وحنا راه كنا غاديين غير في جنب الحيط، يعني حتى واحد فينا يعني بابا ما زعما ما وصل داكشي اللي بغا، فكنا ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا كان هكا واحد التعاون ان شاء الله فكنا غاديين نوصلوا بحول الله. بالنسبه اليوم فان شاء الله غادي يكون هذا كان اول فيديو، فهكا غادي ان شاء الله اذا كان واحد التفاعل فدائما غادي نبقى ندير هذا الدعم بحول الله. غادي نخلي لكم واحد القنوات في صندوق الوصف، ما عليكم الا تشتركوا معهم وتفرجوا في الفيديو ضروري واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق وتخليوا لهم تعليق هكا باش يثبت لهم الاشتراك ديالكم، وتخليوا لهم تعليق من طرف امينه، من طرف امينه هكا باش انا منين المره الجايه غادي نجي ان شاء الله ندير دعم القنوات وحدين اخرين فاكيد غادي نشوف اللي كيتفاعلوا مع هاد القنوات، يعني اللي كيشتركوا في القنوات اللي كنحط في الدعم. فان شاء الله الرحمن الرحيم كلشي غادي يستافد من هذا الدعم وبحول الله هكا فكلشي غادي القنوات ان شاء الله غادي تكبر بحول الله. الا كان واحد الاصرار وكان واحد المصداقيه فان شاء الله الرحمن الرحيم اي واحد بغى شي حاجه فاكيد غادي يوصل ليها، فقط خاص الاصرار والعمل اللي يكون واحد المصداقيه، يعني يكون واحد المصداقيه في العمل صافي. فانا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم القنوات اللي غادي نخلي لكم، غادي ندير لكم عليهم واحد نظره باش تعرفوا ان القنوات اللي غادي تشتركوا فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما عليكم الا تنفذوا هادشي اللي قلت لكم وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون انت او انت محظوظه في ان شاء الله المره الجايه في الدعم. قناه منوعات، قناة جميلة جدا، نتمنى منكم تدخلوا عندها وتشجعوها وتخليوا لها تعليق، فهي قناة كتهتم بنصائح ديال اليوتيوبرز وجميع الناس اللي عندهم القنوات، محتوى ديالها زوين وهادف. نتمنى منكم تدخلوا عندها وتشجعوها وتخليوا لها واحد التعليق من طرف أمينة. قناة دامو قناة جميلة حتى هي، زوينة بزاف، عندها محتوى جميل جدا، يعني طبخ يعني صراحة كيستحق وتشجيع، فنتمنى من عندكم تدخلوا عندها وتشجعوها. قناة عالم منا وجنة، ما عالم جنة ومنا عالم، قناة ديال الأطفال، فهي قناة جميلة جدا كما كتشوفوا، يعني المحتوى ديالها خاص بالأطفال، فدخلوا حتى هي عندها وشجعوها وخليوا لها تعليق وشوفوا لها الفيديو واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق حتى الخمسة دقائق، فإن شاء الله الرحمن الرحيم غيكونوا هادو هما القنوات اللي غادي ندعموا اليوم. فمن بعد عاوتاني فاش غادي نديروا فيديو اخر على الدعم فغيكونوا قنوات وحدين اخرين ان شاء الله. فبالنسبة لهاد القناة، قناة مطبخ رانيا موسى، قناة جميلة جدا، عندها محتوى زوين، محتوى طبخ، وصفات زوينة، يعني وصفات رائعة، يعني هاد القنوات قنوات تستحق تشجيع صراحة، محتوى جميل جدا. كنتمنى منكم تدخلوا عندهم وتشجعوهم وتخليوا لهم تعليق. كانوا هادو هما القنوات اللي اختارينا اليوم، فإن شاء الله غادي يكونوا من بعد قنوات وحدين آخرين. ودابا ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ومع فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم كل شيء يتفاعل مع هذا الفيديو وبحول الله، فكلنا بحول الله غادي نوصلوا لهذاك الشيء اللي بغينا اكيد الا كان اصرار. فكنقول لكم
السلام عليكم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله الرحمن الرحيم مع فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. وكما كنقول لكم هذه كانت اول فيديو، فما عليا الا نودعكم دابا ونقول لكم السلام عليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومع نتلاقاو في فيديو واحد اخر بحول الله وان شاء الله الرحمن الرحيم بالعزيمه والاصرار، فكلنا غادي نوصلوا بحول الله، يعني فقط تكون واحد المصداقيه كما قلت لكم، يعني تكون واحد المصداقيه، وغادي تقدر تكون انت او انتي محظوظين باش ان شاء الله الرحمن الرحيم مره اخرى نديروا لكم الدعم. واخا حنا راحنا قنوات ان شاء الله صغيره، ولكن علاش لا اللي ما نساعدوش بعضياتنا، علاش لا، فهكا كل شيء غادي يوصل بحول الله. والسلام عليكم، ومع فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.